مش حد يتكلم مهند ونوح تمام. هو ده اللي انا جاي اكلمك عليه النهارده. انا كنت في السعوديه اصلا قعدت فتره في السعوديه، والاسم بتاع مهند ده جه من هو كان قديم قوي، كانت الناس لسه ما تعرفوش اسم مهند يعني. فلما جينا هنا بقى وطلع المسلسل التركي بتاع مهند، فكنت في جامعه كانت كل الناس بقى اللي هو مهند ونور انا مش شبهه وبتاع، بس ال- 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 يعني القلشه احبطتني فتره كبيره يعني. فانا قررت ان انا البلوج بتاعتي جيت اعمل بلوج، انا سميت البلوج دي بلوج نور، سميتها نور عشان يبقى مهند ونور بس. فهسمعكم النهارده حاجه بسيطه كده من البلوج بتاعتي يعني. وانا صراحه مش هفضى يعني، عشان كنت بتبقى من فتره طويله يعني، ف معلش سامحوني يعني. هي هو شعر بسيط كده يعني. الشعر ده اسمه على الارض، بما ان احنا قاعدين على الارض يعني. طيب على الارض اجلس افكر في امري، على الاجر اجلس اتذكر كيف بدا يومي وكيف انتهى في مسائي. على الارض اجلس افكر في من رحل قبلي وهو في مثل عمري من اجلي. على الارض اجلس افكر في ارض ليست ارضي، اسال كيف صارت هكذا حياتي، كيف زادت احزاني ولا استطيع وقف الامي. على الارض اجلس انظر الى قلبي وعقلي، اسال اين ذهب حبي وكيف مات شغفي، اسال اين النور الذي يهدي طريقي، هل تركني ام انا من تركت نفسي. على الارض اجلس اسال كيف فرطت في حقي وتركت كل هذا يمضي، فاصبحت حبيسا في همي لا املك الا ما يكتبه قلمي. على الارض اجلس ابحث عن اجابه سؤالي في الماضي لكل ما هو اتي. على الارض اجلس انظر الى حالي كيف لم يخطر هذا يوما ببالي. على الارض اجلس منها بدات واليها تكون نهايتي. شكرا.